وينضم إلينا للتعليق من القدس المحتلة أحمد الصفدي المحلل السياسي. سيد أحمد، يعني نبدأ بهذا التقرير الذي أذعناه حالا حول مدى اكتراث أو اهتمام المواطن الفلسطيني سواء في غزة أو في الضفة الغربية أو في الأراضي المحتلة أيضا بهوية الرئيس الأمريكي القادم. كيف تنظر إلى هذه الآراء وإلى أي مدى تختلف، أو يعني هناك أهمية لهوية الرئيس فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية؟ تحياتي أستاذ حسن فوزة لك والجميع المشاهدين الكرام لقناة الغد الوطن العربي. الفكرة يعني معهم حق أفراد الشعب الفلسطيني والناس العاديين والبسطاء في هذا الموضوع، وخاصة بعدما وجدوه من ويلات الحرب على قطاع غزة، وكيف أن الإدارة الأمريكية دعمت بشكل مطلق بجسر مالي وصل إلى 28 مليار دولار لإسرائيل، فضلا عن دعم في الذخائر والقنابل التي أدت إلى تدمير قطاع غزة، وأصبحت الإدارة الأمريكية شريكة وهي التي تدعم الاحتلال بالسلاح، وما أدى إلى كل هذه المجازر، مجازر الإبادة. وتأتي الإدارة الأمريكية لتطنطن في موضوع دعم المساعدات الإنسانية، وكأن الموقف الأمريكي يريد أن يقول اقتلوا الشعب الفلسطيني بعد أن تطعموه، بينما الموقف الإسرائيلي اقتلوا الشعب الفلسطيني وهو جوعان. بينما أيضا كانت الفيتو الأمريكي ويعني التصدي في قبة سياسية دائمة في هذه الحرب، ولكن تاريخيا أيضا أن الإدارة الأمريكية كانت ترفع الفيتو في وجه أي حق وأي مظلومية وأي مشروع قرار، سواء لعودة اللاجئين أو إقامة دولة فلسطينية أو إعطاء حقوق الشعب الفلسطيني أو الحفاظ على تاريخه وهويته أو أي قرار فلسطيني منصف للشعب الفلسطيني، دائما الولايات المتحدة ترفع الفيتو سواء كان الحزب الفائز ديمقراطي أو جمهوري. لذلك الناس ينظروا إلى هذه الصورة بهذه الشكل وبهذه السوداوية، يعني الحزبين الديمقراطي والحزب الجمهوري وجهين لعملة واحدة. ولكن علينا أن نفهم بأن يعني إذا تعمقنا في التحليل بأن صعود ترامب يخلق ويلات أكثر وصعوبات أكثر، وهو الذي ينتظره نتنياهو ويحاول أن يجرجر أمد الحرب في زمنها حتى يصل إلى الانتخابات الأمريكية أملا منه أن يفوز ترامب. ولكن انسحاب بايدن وحضور النائبة كاميلا هيرس أدى إلى يعني إلى خربطة أوراق وحسابات نتنياهو، وكأن حسابات الحقل ليست أكيدة أن تؤدي مثل حسابات البيدر بهذا الاتجاه، وخاصة بأن واضح من الدعاية الأولى الانتخابية لها أهمية وحضور هذه نائبة الرئيس المرشحة الأقرب إلى يعني الرئاسة. ولكن علينا أن نفهم أن ترامب هو الذي نقل السفارة الأمريكية للقدس وأعلن القدس عاصمة لكيان الاحتلال، وهو الذي دعم المستوطنين والاستيطان، وهو دعم بلا حدود حكومة الاحتلال، وهو يقول على إسرائيل أن تكمل حربها، يجب أن ندعها أن تكمل حربها دون أن يتطلع إلى الشعب الفلسطيني ومجازر الإبادة بهذا الاتجاه. وخاصة بعد كمان توجه المسيرة اليمنية، أيضا قال على الفلسطينيين أن يأخذوا صفقة أسرى وإلا يهدد يعني ويتوعد الشعب الفلسطيني. واضح مواقف ترامب متشددة تتماهى مع اليمين الإسرائيلي ومع نتنياهو، بينما النائبة الأمريكية هي تؤكد على أن بايدن يقاتل يوميا من أجل الشعب الأمريكي وأنجز ما لم ينجزه خلال فترة رئاسية واحدة. وأيضا واضح بأن هنالك رغم أن الحزب الديمقراطي يعاني من أزمة قيادية وانقسامات داخلية، ولكن انزياح بايدن عن المشهد له أهمية عالية. ولاحظ أنت أكثر من 34 عضو من مجلس الشيوخ يدعم النائبة، و161 نائب من النواب يدعموها، و16 حاكم ولاية يدعموها، وشخصيات بارزة على رأسهم كلينتون وزوجته هيري كلينتون ووزير النقل وحاكم ولاية كاليفورنيا. هاي له أهمية عالية. ولكن السؤال ما تأثيرها على السياسة الفلسطينية؟ صحيح أن إدارة بايدن دعمت إسرائيل، ولكن ولكن بالذات النائبة هذه كان لها مواقف واضحة ضد الحرب على غزة، ويبدو أنها أثرت في الإدارة الأمريكية، فكانت تتحدث وتقول أن مشهد غزة مشهد كارثي وإسرائيل لا تفعل كل ما بوسعها للحد من ذلك.
وهددت أيضا تل أبيب حينما كانت لمواجهة العواقب باجتياح رفح وقالت لهم أنتم المسؤولين. وأما بالنسبة للمظاهرات الطلبة الجامعيين فهي كانت تؤيدهم وتقول هذا سلوك إنساني مبرر، فهي ضد الحرب على قطاع غزة، وهي تقول بضرورة توحيد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة تحت سقف واحد. إذن هي مواقفها لافتة، وبالمحصلة النهائية هي أفضل من ترامب بالنسبة للقضية الفلسطينية رغم كل ملاحظة المواطنين على شاشتكم وعبر تقريركم أستاذ. نعم، أمس أيضا سيد أحمد الكنيسة الإسرائيلية صدق بالقراءة الأولى على تصنيف وكالة أونروا على أنها منظمة إرهابية ضاربا عرض الحائط بكل القوانين والأعراف الدولية، كيف تقرأ هذه الخطوة وما مدى أهميتها؟ هو واضح أن فتح النار عسكريا على الأونروا من خلال استهداف قوافلها، واليوم بالذات أستاذي استهدفوا قوافل أوروبية أو دولية وقتلوا أو جرحوا العاملين الإغاثة، هم لا يريدوا أن تصل المساعدات للشعب الفلسطيني في ظل كل هذا الحصار وفي ظل كل هذا القصف من أجل هجرة داخلية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة حتى يقلبوا الشعب على المقاومة، حتى يخلقوا حالة عدم استقرار للضغط على فصائل المقاومة لإخضاعها في طاولة المفاوضات. ولكن موضوع الأونروا في ظل أنهم يفتحوا اليوم النار العسكرية، نار العسكر على البعثة الدولية التي تساعد بقافلة المساعدات، الآن اليوم استصدروا قرار بأغلبية 50 صوت مقابل 10 أصوات في الكنيسة يصفوا بالأمم المتحدة وخاصة الأونروا بأنها منظمة إرهابية، ربطوا ذلك في موضوع 7 من أكتوبر الذي أثبتت كل التقارير الكذبة الدعائية وتراجع عديد من الدول التي وقفت المساعدات وعلى رأسها بريطانيا بالمناسبة، ها هي اليوم اتخذت قرار باستئناف المساعدات. هذا الموضوع وصفته منظمة التحرير أنه يعني موضوع يعكس وصمة عار في تاريخ الإنسانية والمؤسسات الدولية والأزمة الأمم المتحدة التي تترك إسرائيل لتتحكم في هذا الموضوع، لأن القرار كان في مجلس في الكنيسة بأنه يمنع يعني نشاطات الأونروا في إسرائيل وتحديدا في القدس المحتلة، ونحن نعلم بأن الأونروا تقدم خدمات شاملة ومهمة ليس فقط في غزة بل في الضفة الغربية في عديد من المخيمات وفي مخيم قلنديا مخيمات القدس وفي لبنان وفي سوريا وفي الأردن، هم يريدوا تجفيف الينابيع ومحاصرة الشعب الفلسطيني وبالتالي معاقبة كل الشعب الفلسطيني على 7 من أكتوبر ضمن أكاذيب أثبتت التقارير بأن الأونروا والأمم المتحدة هي محايدة بهذا الاتجاه، وبالتالي الاحتلال هي سيرورة بالهجوم على الأونروا. أستاذ حسن علينا أن نفهم قبل الحرب عن طريق USAID وعن طريق الأمريكان وقفوا الدعم الأونروا، أغلقوا العديد من المدارس من المراكز الصحية، أرادوا أن يقودوا دور الأونروا يعني بتحالف أو بتنسيق ما بين إسرائيل ويعني أمريكا بهذا الاتجاه لأنها شاهد على النكبة وهي تقدم خدمات للفلسطينيين. خطير ما يحدث مع الأونروا، ويعني على الشعب الفلسطيني أن يتمسك بها لأهميتها وأهمية الخدمات التي لا يمكن تعويضها في قطاع غزة ولا أي مؤسسة تقدر تعوضها.